معالي النائب ياسر عمر، برحب بحضرتك معانا في موقع بالصراحة. اهلا وسهلا. جلسة مهمة النهاردة في الأسبوع الخامس للحوار الوطني عن الموازنة، عجز الموازنة وكمان والدين العام. أفكار وأطروحات أعتقد تم طرحها بشكل كبير داخل مجلس النواب وأفكار سمعناها قبل كده، لكن هل هي قابلة للتنفيذ؟ نقدر نطبق منها إيه؟ إيه رأيك إيه في الأفكار اللي تم طرحها النهاردة؟ أعتقد يعني الجلسة بتاعت النهاردة يعني كانت يعني متناولة موضوع حساس جدا، وهو موضوع الدين العام الداخلي والخارجي. وبالتالي كون ان احنا نسمع بعض كأحزاب وكجهات يعني لها اعتقادات مختلفة فده كويس جدا، لان انت النهارده بتسمع الاشتراكي وبتسمع الليبرالي وبتسمع الرأسمالي، فبتسمع ايه جميع الافكار. اكيد هنستفيد من بعضنا، واكيد كل الحضور يعني ناس وطنيين وهدفهم في الاخر الصالح العام لمصر، لكن هي طبعا قصة كبيرة جدا وعلاجها مش سهل. وبعد كده المشكلة دي الدين العام دي مش مشكلة بتاعت سنة ولا اتنين ولا عشرة، لا دي مشكلة ازلية. بس طبعا نظرا للظروف الحالية العالمية والازمات الموجودة والتضخم اللي نتج عن هذه الازمات وارتفاع نسب الفوائد الغير طبيعية، وانت دولة بتسد عجز الموازنة بتاعك بالاقتراض، فكله ده اثر عليك، واصبح النهاردة الفوائد بتمثل عبء كبير قوي قوي على الموازنة. لكن ان شاء الله اقتصاد مصر اقتصاد كبير وعنده القدرة انه يمتص اي صدمات، وانتوا شفتوا في 2008 الصدمة اللي يعني تم امتصاصها، ازمة كورونا تم امتصاصها، احنا مشكلتنا بقى الحرب الروسية الأوكرانية هي دي اللي تعبانة دلوقتي. في وسط الأزمة سمعنا أفكار عن حلول، أو هل هي قابلة للتطبيق أو لا؟ فكرة إن أنا محتاج ترشيد نفقات الحكومة بشكل كبير، محتاج أحط تشريع للحد من الاقتراض، كمان يبقى عندي مناقشة مع الحكومة على الاقتراض ده سببه إيه وأولويات الاقتراض إيه، وكمان إزاي أستثمر الاقتراض بشكل كبير عشان يجيب عائد، فده كله يقلل من الدين العام ويقلل من العجز. اللي إحنا محتاجينه دلوقتي إدارة يعني القروض بطريقة واخد بالك إيه يعني تدر عائد على الدولة، حسن الإدارة. يعني محتاجين المالية العامة في مصر واخد بالك حضرتك يعني تنضبط. دي نقطة أساسية يا معلم، فكرة إن أنا أحاول أدير البرنامج، لكن في نفس الوقت الحكومة بتقترض اقتراض جديد، فده برضو بص الحكومه بتقترض مش بمزاجها. الحكومه بتقترض لان عندها مصاريف اكتر من ايرادات، ومصاريف يعني ايه حتميه وضروريه، فلازم تقترض. عشان كده قصه ان انت تقول لي احط سقف رقم للاقتراض ما ينفعش، لكن ممكن يبقى هناك معادله تنمويه تراعي كل الايه الامور المحيطه، تراعي التضخم، تراعي الكلام ده امر معمول بيه في دول كبيره زي احنا بنتكلم في امريكا نفس الكلام، تراعي التضخم، تراعي نسب النمو، تراعي الاحتياطي بتاعك كام، تراعي الناتج المحلي بتاعك كام، تبقى معادله تنمويه تتغير معاك طبقا للظروف ايه المحيطه. لكن الرقم طبعا ده كلام مش منطقي خالص ان يبقى في رقم ويبقى يقول لك ده اخر الاقتراض، ده ما ينفعش. ترشيد نفقات الحكومة، فكرة النظر لإعادة النظر للضريبة التصاعدية، مش هقول تطبيقها لأنها مطبقة، لكن إعادة النظر في الضريبة التصاعدية، وكمان فكرة التهرب الضريبي للحفاظ على موارد الدولة. بص قصة ترشيد النفقات دي يعني أعتقد إن الحكومة يعني مرشدة قوي قوي في النفقات بتاعتها، ودي لا تمثل حاجة في الموازنة بتاعت الدولة، ده أرقام تعتبر بسيطة. إحنا مشكلتنا في الموازنة نسبة الفوائد بتمثل رقم كبير قوي في الموازنة حاليا، وهي دي المعضلة اللي معانا، ودي اللي احنا ايه يعني ان شاء الله مجرد ما التضخم يبدأ يقل وترجع الفوائد على مستوى العالم تقل، الامور هتبدأ ايه تنضبط معانا ان شاء الله.